بن سيب يمشي الآن لتنفيذ الركلة الأولى. بن سيب يتقدم إلى منطقة الجزاء من أجل أن ينفذ الركلة الأولى. هل يحصل على الأسبقية؟ ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات، كرة في المرمى. محمد صلاح يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته. الكرة في المرمى، نتيجة 1-1. بدا لي أنه متوتر جدا قبل تنفيذ الركلة، لكنه تمكن من التسجيل. الآن يتقدم اللاعب الثاني. سددها بطريقة سيئة. ثم اللاعب الثاني. ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. يتقدم المسدد الثالث. يلعبها في الجانب الأيمن. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. الدور الآن على ثالث اللاعبين. كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى. تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة. بدا لي أنه مستحيل التصدي لها. الآن الدور على اللاعب الرابع. يمكنها الحارس، يا سلام. خامس لاعب من أجل تنفيذ الركلة. يلعبها في الجانب الأيسر. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. نصر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. نصر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. الآن الدور على اللاعب السادس. والكرة إلى الجانب الأيمن. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. مصر، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ مصر لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. ومع اللاعب السابع. أوه، الحارس توقعها صح لكن الكرة ذهبت إلى المرمى. مصر، هل هي كرة التعادل أم الخسارة ونهاية كل شيء؟ هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. الآن حان وقت الركلة الثامنة واللاعب الثامن. يلعبها لكنها ضاعت. مارتينيز هو الأمل الأخير لفريقه. إذا صد هذه الركلة وإلا انتهى كل شيء. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. جاء دور الركلة التاسعة واللاعب التاسع. يضعها على يمين الحارس. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة. بدا لي أنه مستحيل التصدي لها. مصر لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء.
وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. جاء دور الركلة العاشرة، اللاعب العاشر. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. مصر عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. وصل الدور الآن لآخر لاعب، الركلة الحادي عشرة واللاعب الحادي عشر. تقدم وسددها بكل ثقة، هذه ركلة جزائية مذهلة. مصر لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. يتقدم بثبات، يلعبها لكن تعود من القائم. كانت على بعد سنتيمترات بسيطة جدا من أن تكون في المرمى، لكنها اصطدمت في خشبات المرمى. مارتينيز عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك لكي يكون. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. ضيعها. مارتينيز إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز لا زال موجود. حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة. لقد أحسنوا بالتماسك حتى وصلوا إلى ركلات الترجيح، لكنهم سقطوا أمام ضغط ركلات الترجيح. بعد